هلا مشاهدينا وصلنا لفقرتنا الأخيرة بلحظتنا الصباحية لليوم. أكيد نور، اليوم رح نحكي عن موضوع كمان بهم كل الأهل وخصوصا الأمهات بالفترات الصغيرة مع أطفالهم. ممكن يعاني بعض الأطفال من الاضطرابات بالنمو خلال مرحلة الطفولة، هذا الشيء بيجعلهم مختلفين بالعموم عن بعضهم، وهون ممكن تبدأ المعاناة عند الأهل لكسر الحاجز اللي ممكن يشعر من خلاله بأنه الطفل عنده بعد عن محيطه. أكيد سلمى، كيف فينا نقوم بدمج طفل بيعاني من مرض مزمن أو اضطراب؟ ما هي الخطوات السليمة والصحية لحتى ما نأثر عليه نفسيا؟ خصوصا هيدا الشيء مجهود كتير كبير بيطلب من الأهالي يقوموا فيه. رح نحكي عن هيدا الموضوع أكثر مع الأخصائية في مجال التربية ريم سعد. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، صباح النور. يسعد صباحك. أهلا وسهلا، يسعد صباحك. خلينا نبلش من الخطوة الأولى، كيف تمام. في الأشخاص أو حتى إذا دخلنا هيك بالتفصيل، الأب والأم كيف بيقدروا يدمجوا الطفل بمحيطه لما بحسوا إنه هذا الطفل بعيد عن محيطه الطبيعي؟ تماما. هلا نحن بدنا نحكي عن دمج الاجتماعي وعن دمج بعدين المدرسه. هلا بالدرجه الاولى انه انا طبعا نحن عندنا فئات الدمج، نحن ما حنحكي بس عن الدمج اللي هو بخص الاطفال اللي عندهم مشاكل بالنمائيه او اللي عندهم مشاكل بتخص ذهنيه، اللي عندهم يعني تاخر بالدرس او تاخر او عندهم مشاكل تواصل او في عندنا اطفال عندهم امراض مزمنه، اطفال طبعا. عندهم سكر، اطفال عندهم انواع مرضيه بدها علاج بالمشافي فترات طويله كثير. هدول الاطفال غالبا مثلا اذا كانوا تحت الخمس سنين وست سنين، طبعا في بتاخر وقت تكونوا اكبر، بس مرحله النمو اللي هي بنشتغل فيها اكثر على الدماغ، على القدرات، على المهارات، هن مقضينها بغرف معزوله، بغرف مستشفيات او بالاسره او عم يتنقلوا من طبيب لطبيب. فهذا كلياته كفيل بانه يخلي الطفل ما انه مثل اقرانه بإن كان بالتفاعل الاجتماعي أو حتى بالشيء المهاراتي الاكتسابي اللي بيخص التعليم بالدرجة الأولى. بالنسبة للأطفال اللي عندهم مشاكل بهي الطفولة بالأمراض مزمنة، نحن أولاً بنهيئ الكادر وبنهيئ الأهل بأنه كيف هدول بيكونوا أطفال بنسميهم أطفال حماية الزائدة، يعني أنه دائماً بيكون في توصيات أنه انتبهوا، ديروا بالكم، ما نعمل، ما نساوي. فبيكون عنده قصور بالناحية الاجتماعية كبير، لأنه دائما في خوف عليه من الأهل، وأحيانا ما بيكون مبرر أنه لا لازم يكون في اندماج اجتماعي. أنا إذا حافظت بس على الصحة الجسدية أهملت النفسية، فأنا عملت خلل، ما عاد في عندي هذا التوازن بين الداخل والخارج. فدائما بدنا نكون نحن بالتربية بدنا يكون فيها وعي، فيها سلطة على الطفل، فيها لا نحن أنت قادر، أنت قوي، قيمي شوي إيد الحماية الزائدة، انه لا ابني انا خلص تعدى مراحل خطره، خليه يعيش حياته بكل تفاصيله مثله مثل كل الاطفال، حتى لو مثلا ممكن يصير معه ازمات بسيطه، بس انا باول ولد وقت تعودوا على الازمه وعديه. هذا اللي بيسالك عنه، يمكن نوعا ما الخوف الزايد او الحنان الزايد، لانه هي بتحس انه مثلا عنده مشكله منه مثل باقي الاطفال عند الام، بيأثر بشكل سلبي عليه بدل ما انا ادفعه او قويه او يكون فعلا هو اقدر ادمجه او ادعمه. تماما، بخلي انا عندي طفل انسحابي، طفل قلق، طفل مبادراته الاجتماعيه ضعيفه، او بيكون عندي طفل عدائي عدواني، لانه هو بالحالتين ما اكتسب مهارات التعامل مع الاخر. بالنسبه لنا كمختصين يعني بنفضل، طبعا الاهل دائما بفضلوا بيركضوا انه نحن بدنا الورقه والقلم والعلم. قصور الناحيه الاجتماعيه هو اهم واضخم بكثير من قصور الدراسه. الدراسي فيني ادرس امتى ما كان بلحق، نحن عندنا هون اريحيه للاطفال اللي عندهم مشاكل بانه بوراق باجراءات معينه هن قدرانين يكفوا تعليمهم حتى لو راح عليهم سنه او سنتين، ما في مشكله. بس القصور الاجتماعي هذا ما بترمم الا بالمراحل الصغيره، وقت يكون على كبر بده يكون بده شغل اكثر، وانه يكون انا ببلش من الاسره، يعني انا بتساعد مع اسرتي بانه انا كيف ادمجه اجتماعيا، كيف نزل ولد مطلوب امهات ينزل على السواق، يتفتل بين العالم، يشوف الحياه الاجتماعيه. بالاخص نحن عندنا مثلا فئه اطفال الطفل الوحيد او الطفل اللي اجى مثلا بعد عدد كبير من السنوات، هذا كمان نحن بنعاني بدمجه مع انه هو طفل طبيعي، بس نحن بنعاني بدمجه لا يقل عن 6 اشهر، لانه بيكون عنده نسبه القلق كثير مرتفعه، ما انه قدران انه هو يتفاعل بالشكل الطبيعي او يشتغل او يستفاد او يستمتع بالحياه الاجتماعيه اللي هي داخل الروضه او داخل المدرسه مثل كل الاطفال، هو غير مستمتع. طيب تفضلي.
طيب خليني نحكي هون، يعني انت عم تقولي انه الطفل اوقات بيستغرق اعادة دمجه 6 شهور. طيب تمام، احيانا ايه؟ 6 شهور. طيب شو هي المسافة الزمنية اللي بتقيسوا فيها اصلا اندماج من عدم اندماج؟ يعني انا كيف بلاحظ بالبداية حتى لما بيكون موجود بالروضة مع رفقاته وفي تمام. مشرفين، وفي كتير اوقات المشرف هو بينتبه اكثر من الاهل. الاهل ممكن يقولوا ابني هادي تماما خجول، بينما المدرس او الاختصاصي فورا بينتبه انه هو ردات فعله طبيعيه او لا. بنشوف وقت الشيء الطبيعي اسبوع لعشر ايام، خلينا نقول اعلى تقدير شهر، ممكن ياخذ الطفل هذا الوقت لحتى انه يكون بالروضه، يروح بشكل مرتاح، يروح مبسوط تماما. ونظام ساعاته خلال الروضه بتكون كثير فيها تفاعل، كثير فيها انشطه، ومستمتع، برجع مستمتع. الطفل اللي انا بسعى لاني ادمجه بالشكل الطبيعي، وانا عم بحكي على اخف مشاكل الدمج اللي هي القلق من الحمايه الزائده، هذا ممكن ياخذ 6 شهور. بنلاحظ طبعا بيكون انسحابي، كثير البكاء، دائما عم يسال على الام، ما بيقدر يعمل اي نشاط، ما بيحبذ يعمل اي نشاط، بحب دائما يكون اخذ زاويه او يكون لصيق بالمعلمه، هي بتكون ام بديله لإله. طبعا وقت يكون الكادر مؤهل فهي الام البديله اللي بتكون معلمه الصف، بتقدر تعلقه فيها، تستثمره بانه تقدر تدمجه، يحس بالبيئه الامنه، بعدين بالتدريج بتفصل عنه بطريقه امنه، فبنكون احنا هون قدرنا نعمل انفصال للطفل بطريقه امنه، بطريقه سلسه، وشوي شوي كل ما زاد تفاعله مع الاقران، طريقة لعبه، حديثه، مشاركته معهم، أنا بتطمن على الطفل أنه هو صار على الشط الآمن، أموره بخير. طيب خلينا نحكي عن الأخطاء اللي يمكن يرتكبوها الأهل بهي الحالات، يعني يمكن بيفكروا حالهم عم يقوموا فعلا بواجبهم على أكمل وجه، عم يقوموا يكونوا دعم لهذا الطفل، لا، في أخطاء شائعة بشكل كتير كبير. يعني نحن عم نحكي عن مرحلة الروضة أو المدرسة، هلأ الروضة والمدرسة بتلعب دور كتير كبير لفعلا تقدر تدمج هيدا الطفل. بالجانب الآخر ممكن تلاقي في بعض الأخطاء يرتكبها الأهل أو الأم، وهي بعتبرها أنه فعلا هي عم تقوم بالعمل الصحيح. تماما. هلا خلينا نحكي، اذا بنحكي عن دمج اطفال، احنا حكينا عن مشاكل بسيطه، ممكن القلق، التعلق الزائد بالاهل. خلينا نحكي عن اللي بنشوفه كثير حاليا هلا، وهو اصبح كثير شائع، يعني بسبب الاجهزه، بسبب الكورونا، قعده الاطفال كثير بالبيت، خلي التعلق بالاجهزه، صار في عندنا مشاكل بالتواصل عند الاطفال. فانا ابسط نوع تواصل عند الطفل بده وقت لحتى انا اقدر ادمجه. طبعا بتتفاوت هاي المده بين طفل وطفل. نحن المشكله اللي عم نواجهها انه اقناع الاهل بانه هذا الطفل هلا مو قادر انه هو يفوت روضه، فانه وقت بيروح لعند الطبيب، بس انا رحت لعند الطبيب وقال دمجي. نحن عندنا اطفال اللغه ضعيفه، التواصل البصري ضعيف، التواصل الاجتماعي منعدم، هذا كلياته هي اضطراب بالتواصل. حتى انا عم بحكي عن ابسط الانواع، ما عم بحكي الانواع اللي بدها كثير معقده اكثر. تمام. صحيح. فالاهل ما بيقدروا يتقبلوا انه نحن كمدرسه نحن مو رافضين طفل، بس حتى اذا بدي انا طبق معايير الدمج العالميه او اللي بتخص وزاره التربيه، هو الطفل ما له محقق الشروط. الطفل ابسط الاشياء، هو من دون لغه، من دون يعني ما بيقلد، ما بينفذ اوامر، مفهومه على الاشياء واستخداماتها هو قاصر عنا. فهذا الطفل ما هو صحيح مثل ما هو شائع انه اذا بحطه بروضه بيحكي. لا، ما بيحكي. ابسط شيء لازم يقلد ليقدر يحكي، لازم يستوعب، يكون بدماغه مرمز الكلمات، مثل ما حكينا قبل انه اللغه هي رموز، لازم الرموز اللي بكلماته التشفير هذا يكون له فك، فحتى يقدر يتواصل. ابسط شيء انه يطلب ياكل، يطلب يدخل حمام، يطلب يشرب، يعني الحاجات الطبيعيه الفيزيولوجيه البسيطه. نحن هون عم نلاقي مشكله بالدمج. بنجي للفئات العمريه الاكبر اللي هي كان صار لازم تفوت على الابتدائي. طب انا عندي مثلا ممكن طفل يكون عنده مشكله كثير بسيطه اللي هي صعوبات تعلم، هي مشاكل تعد بسيطه بالنسبه لمشاكل تانية. حتى طفل صعوبات التعلم انا بس استكشفه او الاهل يقولوا انه شوي ما بيحفظ، شوي ما بيدرس، طب هذا كمان بده تهيئه. بده تهيئه قبل ما يفوت على صف الاول، والا انا بعمل تراكمات، بعمل ثغرات، بخلق عندي طفل عنده احباط شديد، طفل عنده تقدير ذات منخفض، طفل ما انه قدران يباري او يجاور الاقران اللي عنده. فانا ما كسبت شيء، يعني انا مو بس اني حطه بمدرسه فانا مطمن، لا،
انا بدي اعرف حطيته بمدرسه بس اعطيته سلاح بايده اللي هو انه انا اقدر اخدم حالي، اقدر اتفاعل مع محيطي بشكل صح او لا. هي اكثر المشاكل اللي نحن بتواجهنا بالدمج تحديدا. طيب قبل ما نختم خلينا نحكي اليوم عن ابرز شيء ممكن توجهيه للاهل، وخصوصا بانواع الانشطه اللي ممكن يمارسوها مع ابنائهم اللي بيعانوا اصلا من مشكله الاندماج مع المحيط. وانت ركزتي بفقرتنا لليوم على الاندماج الاجتماعي اللي اعتبرتيه هو اكثر خطوره وصعوبه من الاندماج تمام. التعليمي اذا تمام. فينا نقول تمام. يمكن تستغرب الناس انه انا حكينا اكثر على الاجتماعي، لانه ممكن انا يجيني اطفال هن دراسيا ممتازين صحيح، بس هن ما بيعرفوا يفتحوا حديث، ما بيعرفوا حتى ابسط الاشياء اللي هي ممكن تكون السلام، او يكون في طفل ثاني يقدروا يلعبوا مع بعضهم او ياخذ ادوار. نحن يعني اذا بدنا نحكي كيف بدنا ناهل هذا الطفل اذا كان على مستوى الاسره، انا ببلش بالاسره اجتماعيا بالاسره، لازم العيله الكبيره هي تحتوي هذا الطفل. دائما في انشطه عند عمات عند خالات، طريقه الحديث احيانا نطلب من الابهات اذا هن اذا الطفل اللي عنده مشكله هو صبي انه يروح مع اجتماعات ابوه، فممكن تقول انه لا معقول يروح بهيك بده، لا ما راح يتعلم. هن في نقطه كثير مهمه مثلا راح نكسبها، انه هو شو ما حكى حيسمعوه، لانه هن حيكونوا لطيفين معه، كانوا جاي مع والده هن مثلا مجموعه من الاصدقاء، حيحس انه تقديره انه كلمته عم تنسمع عم يتشارك بالحديث، عم يحس بتقدير ذات، حيصير يحكي اكثر تماما، حيحس بتقدير ذات. فوقت يروح على الاقران فانه لا انا كنت من الكبار مسموع، فحقدر اعمل تفاعل اجتماعي. ونفس الشيء بالنسبه للبنات تمام. بعدين نحن بندمج، نحن عندنا مساحات ان كان لعب ان كان اسواق، يعني لازم الطفل يتعود على الضجه، يسمع حديث، يفوت على محلات، يعرف كيف بنتسوق. كل ما زدنا هذا الوضع بالتعامل مع الاطفال كل ما زدنا الامور الاجتماعيه. احيانا نحن بندعي رفقاته، يعني بعمل له لابني رفقات، انا ببيتي بحاول انه انا اعمل له هي الاصدقاء او هي رفقات مع مجموعه انا بختارها بكون مناسبه له، بنروح سوا على الحديقة، بنقعد سوا، بنعزمهم يقضوا نهار مع بعضهم، بقدر أخلق هذا الجو الاجتماعي. ساعتها أنا بكون مطمنة، وقت بحطه بمدرسة كل ما زادت ثقته بنفسه هذا الطفل فهو رح يكون بالتعليم متقدم أكثر. وقتنا خلص وموضوع كثير مهم عم نحكي عنه اليوم ست ريم، ومعلومات مفيدة اليوم اطلعنا عليها، ونتمنى من كل الأهالي فعلا هي الدعم والسند للطفل. اليوم أنت عم تستثمري هي البذرة لأنه بالمستقبل رح يكون في فعلا شيء تحصدي داخل أطفالك. شكرا كثير إليك. شكرا لكم لاستضافتكم اللطيفة. شكرا شكرا لوجودك معنا، ونتمنى الكل يكون استفاد من ان شاء الله. هذا بتمنى اكيد. شكرا شكرا لك.